النهارده يوم الاجتهاد النهارده ويعتبر يوم عيد النهارده. نحن اول يوم بنستقبل العام الدراسي بالبسمليه والنشاط ده والاجتهاد ده ان شاء الله. اوصيكم ان كل يوم حضراتكم بتروحوا المدرسه هو كل يوم بيزيد من عمركم وكل يوم بتاخدوا خبره وكل يوم بتتعلموا حاجه جديده وكل يوم بتكتسبوا خبره جديده وكل يوم انتم بعيدين عن المدرسه العظيمه دي. كل يوم احنا بنخسر من عمرنا يوم وما نتعلمش حاجه ولا بنضيف لنفسنا مطار. انا بحسب ان كنتم كيان عظيم وصرح تاريخ كل بورسعيد تتمنى ان يبقى اولادها في المدرسه دي. كل بورسعيد بتتمنى ان اولادها مع المدرسين العظام اللي انت بتبقوا قدامي دول. انا بحسبكم النهارده على مدرسه بورسعيد الثانويه بنات وبقول لكم يا رب تطلع ان شاء الله حاجه تفيد البلد وتفيد بيوتكم. المدرسه دي صرحه عظيمه وانتوا حاجه اعظم واعظم عاملين انتوا اغلى حاجه عندنا. هو حد يلعب في دماغكم حاجات مش موجوده يكتبوا للرشد. مفيش اعظم من المدرس اللي تبقى بربه دلوقتي ولا من كتاب المدرسه.